جدا. طبعا اسامه اتفضل. شفت انا اتخضيت في مصارحه حسين الشحات والشيبي، بجد اتخضيت من رد الفعل. قد كده احنا ناس طيبين، وقد كده الناس كنت موجود انت كنت موجود كنت موجود لان انا واحكي لك بالظبط انا قلتها بس احكيها تاني. شهاده لوجه الله عز وجل، انا قعدت في الصف الاولاني وبلف ورايا فلقيت الشيبي فسلمت عليه، سلمنا على بعض سلام هايل، الولد مبتسم متصالح جدا، انا معجب بيه جدا كلاعب عشان اكون امين يعني، باك رايت عالمي عالمي يعني، وحضنته وبوسته ومبروك يا حبيبي وبالتوفيق وان شاء الله نشوفك في منتخب المغرب و وبتاع. قلت له مش عايزين مشاكل ومش عايزين مش عارف ايه وبتاع، لقيته لطيف جدا جدا ومتجاوب جدا. استنيت شويه عايز اقول له عايز اعمل مصالحه بس ايه، انا انا مهدت الكلمتين يعني. طبعا زميل عزيز الصدوق العزيز ابو المعاطي زكي قال لي انه كان اتكلم مع عصام شلتوت وعصام شلتوت، هما اتنين جمال 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 يعني، شخصيتين جمال، وقال محمد الشحات كان محمد الشحات ده اللي قاله يعني. ف تمام. فانا خلص خلصت احتفاليه، رحت جايب مهند لاشين وده انا بعشقه كمان. فرحت جايب مهند قلت له ولا مهند كده بالحرف يعني. انا اتنين قلت لهم ثلاثه قلت لهم ولا في الاحتفاليه دي، مصطفى شوبير ما ينفعش كده. فا والله ومهند قلت له ولا مهند انا عايز اخلص دلوقتي الشيبي مع حسين الشحات نادين الشيبي. انت حضرتك حسيت النوايا موجوده جدا اكيد من يعني سلامه ومن طريقته ومن ابتسامته كده يعني، حسين اطيب من الطيبه يعني. فقلت له انت قلت له انا مالكش دعوه بالشحات. والحقيقه بدا مهند يدور على الشيبي لانهم على المسرح ساعتها فاتبسطنا يعني. التالت كان اوباما هو بيستلم جائزه افضل هدف، قلت له ولا اوباما احنا عملنا كانت حلقه كان معايا مؤمن حسن وكان معايا محمد الشاذلي واخترنا كان افضل هدف ده، وعلى فكره ولد شديد الادب هو كمان. كل الحضور كان جميل. بس انا رد فعل جمهور النادي الاهلي اللي لقيتهم فرحانين ومبسوطين جدا، وكان النزعه البشريه الطيبه هي اللي في النهايه بتتغلب يا اسامه. بص يا كابتن، هو اللي حصل اصلا حصل في لعيبه بيبقى عندها انفعالات داخل ارض الملعب ما بتحبش تخسر. نعم. فبتلاقيها دايما بتقع في سلوكيات لو انت خدتها بره مجال المنافسه دي ممكن الوضع يختلف تماما. هو ده اللي حاصل تحديدا مع الشيبي، وللامانه الشيبي كان قدر ان هو يتجاوز القصه ليله المباراه مع حسين الشحات في الممرات لما اتراضوا واتصالحوا وانا اسف وانا اسف، لكن بعض الناس دخلت في الموضوع وبعض الناس ما عجبهاش ان المشهد ينتهي عند هذا الحد. شوف شوف عشان اكون برضو امين جدا جدا هي القصه كانت والدته يعني هو لا لو والدته خلاص القصه كانت لا والدته يعني خلاص، لكن لو لان انا هقول لك الاكتر من كده. انا على علاقه طيبه يا جماعه مع مسؤولي بيراميدز عشان بس تبقى القصه واضحه يعني، وتواصلت معاهم بعد كانوا مبسوطين جدا، وبعد المشكله انا اتكلمت مع ناس منهم وكانوا عندهم النيه فعلا ان الموضوع يخلص. فقالوا لي يا كابتن ايه المشكله، هو موضوع الوالده. لا لو هي والدته فالموضوع منتهي، لكن في النهايه انا عايز هنا زي ما بنشيد بالجماهير اللي تقبلت الامر ده بصدر رحب، واحنا اصلا بنسعى بطبيعه الحال دايما عندنا نقول لك صلح خير. لكن عايز اشيد بحسين الشحات، برغم ان هو اخطا طلع اعترف بغلطه اكتر من مره، طلع اعتذر اكتر من مره، طلع اعتذر في اكتر من برنامج، تم تحويله للمحاكمه والقضاء وقال وبرضه مصر ان هو فكره ان هو يعتذر. ده متربي كويس. اول امبارح معايا بيعتذر. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ده متربي كويس بيعتذر بعد كمان ما القصه القضائيه انتهت. ده انا عايز اقول بعيدا عن الاعتذار كمان، اسامه عمل حاجه بالفطره كده تدل ان هو انسان سوي جدا. كان بيختار افضل تشكيل، خد الشيبي، خد الشيبي حطه باك يمين بلا تردد. فهذا انسان غير مصطنع وغير مفتعل، ده صحيح. بل بالعكس هو قرب ومد ايده 100 مره. المره اللي الشيبي مد في ايده فيها كانت القصه انتهت. وهقول نقطه كمان يا كابتن بقى، لان احنا دايما وحضرتك لاعب كوره ممكن تنفعل وانت لاعب تحت ضغط حماسه منافسه مش عارف ايه. اللي عمله حسين الشحات في اعتداء او تدخل بلاش اعتداء، تدخل الشيبي عليه بشكل صعب جدا على رجله كان ممكن يعرضه للايذاء، وانه يلتزم تماما الهدوء، لا دي تضاف ايضا لحسين الشحات انه قدر يمتلك نفسه عند الغضب. صحيح. وبرغم ان هو كان في حكم قضائي والكلام ده كله فضل ملتزم الصمت تماما. فالحمد لله ازمه وخلصت.
اتمنى الناس اللي كانت بقى من الجماهير اللي بتحاول تشعل الازمات دي يا ريت تهدوا على نفسكم. لا انا شايف ردود الفعل لا جمهور الاهلي مش جمهور الاهلي البعض يعني اهدوا شويه. بتتاجر بتتاجر في نوعيه الازمات دي لان الموضوع ده صعب بصراحه. المفترض نكون احنا يعني عندنا يعني ميول لكل ما هو فطري سوي جميل. قبل ما